الكونفدرالية النقابية للعمال التشاديين تضع احتفالياتها باليوم العالمي للعمال دورة العام 2023 تحت شعار التأييد السلمي والتلاهم الاجتماعي، وذلك في مناسبة أقيمت بملعب أبينا الرياضي بحضور المستشار القانوني لوزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي. وقد انتهز رئيس اللجنة المنظمة للحفل والأمين العام للكونفدرالية إلى جانب رئيسها انتهزوا الفرصة لمطالبة السلطات العليا بالبلاد لإيجاد حلول عاجلة للأوضاع الاجتماعية التي تعيشها البلاد وتحسين ظروف العمال، كما نشهد الحكومة باحترام اتفاقية الميثاق الثلاثي. المستشار القانوني لوزير الوظيفة العامة أكد بتوصيل جميع المطالب والتوصيات للوزير وهنأ جميع العمال بهذا اليوم التاريخي الذي يحتفل به في الأول من مايو كل عام.